هنا حرد على شبهة ومرجع ثاني لباب الأدلة، لأنه عندهم شبهة بيجوا في النقطة دي، وهي حديث للصوفي أحمد داود في رده على محمد سيد حاج، جاب الحديث ده زلقه كده ومشى. طيب الحديث ده قاعد وين؟ شكله كيف؟ صحيح؟ ضعيف؟ باطل؟ معانا انتوا يا جماعة؟ طيفور معانا؟ خلي الموبايل تعال قريب، خلي الموبايل تعال قريب. طيب يزول ما قاعد يكتب يا جماعة؟ التوم ما قاعد تكتب ليه؟ اكتب، ادوك الراس، ادوك قلم، اكتب فارس، اكتبوا يا جماعة. طيب طيب قلنا عندهم حديث بيقول شنو؟ توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وبيكرروه كثير يلبسوا له على الناس. نعم نعم جايين جايين. طيب حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أولا هذا الحديث ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة المجلد الأول برقم 22، برقم كم؟ 22، ده رقم الحديث في السلسلة الضعيفة. نعم، وجاء بألفاظ كثيرة، برقم 22. طيب الألباني قال هذا الحديث لا أصل له أبدا، ومعنى لا أصل له عند المحدثين وعند الفقهاء عند أهل الحديث أي لا وجود له في كتب أهل العلم أبدا، في كتب أهل الحديث أبدا، مش إسناده ضعيف ولا فيه رجل ضعيف، ده ما في خالص في كتب المسلمين بتاعت الحديث المعتمدة خالص ما في. عشان كده لو واحد من شيوخ عباد القبور جابوا ليك قول لي رواه منو؟ رواه من؟ وذكر الكلام ده ابن تيمية أيضا في قاعدة جليلة، هو ده الكتاب ده من أعظم الكتب على وجه الأرض فيما أعلم اللي بترد على الشبهات حول مسألة التوسل، ودي من أفضل الطبعات اللي هي طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طبعة صحيحة جدا. طيب المهم في صفحة رقم، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، في صفحة رقم 197 يقول ابن تيمية، اسمع الكلام ده كويس، وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال ابن تيمية أكرر ثاني في الصفحة 197 من قاعدة جليلة، قال وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال ابن تيمية وهذا الحديث كذب، كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث أبدا، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، وذكر بعد ذلك الأدلة على أنه جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه عند الله سبحانه وتعالى وأعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. طيب عرفنا يا جماعة؟ يبقى باختصار شديد لو قلت له قال الألباني قال ابن تيمية، هو أصلا ده المكفر ومشتم مش ده؟ انت هو جاب الشبهه قول لي الرواه منه بس، ما في قطع شك، ما في لا البخاري لا مسلم لا ابو داود لا الترمذي لا النسائي لا ابن ماجه لا ثاني شنو لا الطبراني في المعاجم الثلاثه حقته الاوسط الكبير والاوسط والصغير كله ما في، الامام احمد ما في، عرفته مسند الطيالسي ما في، مسند البزار ما في، عرفته كتب السيوطي ما في، كتب الحديث المعتمده. لو قال لك والله رواه الشيخ زروق بن حسن، طبعا زروق بن حسن ده صوفي وليس هو من اهل العلم اصلا بالحديث، نحن بنتكلم عن كتب شنو يا جماعه؟
الحديث اللي اتفق على المسلمين الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والأطراف كلها ما في قطع شك الكلام، ما في أصلاً، مش هو ضعيف ولا بتاع، ما في، ما مكتوب ذاته، نجروه من راسهم عشان يضللوه الخلق، بس كده الموضوع انتهى. طيب طيب إذن ما حيستطيع يأتوا بدليل واحد على جواز التوسل بشنو يا جماعة؟ بالجاه. وإنما التوسل بدعاء الرجل الصالح والتوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بأسماء الله وصفاته. طيب اعتراض وجوابه، لو قالوا إن عمر بن الخطاب ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل بعمه العباس رضي الله عنه، وكان ذلك لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، قالوا عشان عمر يورينا جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، عشان كده ترك التوسل بجاه الرسول الأفضل الفاضل وتوسل بجاه العباس المفضول عشان يورينا حكم المسألة. الجواب: كيف يمكن، وده خلاصة كلام الشيخ الألباني، كيف يمكن أن يخطر في بال عمر رضي الله عنه أو في بال غيره من الصحابة الكرام تلك الحذلقة الفقهية المتأخرة، وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب والشقاء والبؤس يكادون يموتون جوعا، حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة، كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب، فيدعو الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه وهي التوسل بالنبي الأعظم لو كان ذلك جائزا، ويأخذ بالوسيلة الصغرى التي لا تقارن بالأولى وهي التوسل بالعباس؟ لماذا؟ مش كلام متين؟ الناس دار يموتوا، ودعا حتى العام كثرة الجوع والعطش والنشاف والجفاف سمي بعام شنو يا جماعة؟ الرمادة. طيب عمر عنده وسيلة كبرى، إذا كان بجوز يعني ما درنا نناقشهم كده، وسيلة كبرى وهي التوسل بجاه الرسول، دي أكبر ولا التوسل بجاه العباس؟ بجاه الرسول إذا كان التوسل بجاهه يجوز، صح؟ فكيف الناس يموتوا يترك الوسيلة الكبرى ويلتجئ إلى الله بالوسيلة الصغرى والناس يموتوا؟ ده ما محل إبراز هذه الأشياء، صح ولا ما صح؟ قالوا حتى المشركين، شوف الاستدلال ده من أقوى الاستدلالات على وجه الأرض، قالوا لأنه حتى المشركين لما يضيق بهم الحال كانوا يلجؤون إلى الوسيلة الأعظم ويتركون باقي الأشياء التي كانوا يعتمدون عليها. قال تعالى في سورة العنكبوت الآية 65: فإذا ركبوا في الفلك، دل المشركين الكفار، فإذا ركبوا في الفلك، أها هم بيدعوا الله وبيدعوا غير الله، لكن هناك لما دار يغرقوا في الفلك في السفينة ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى المشركين العلماء قالوا فطنوا إلى هذه المسألة وهي في حالة الضيق والضنك الشديد والابتلاء العصيب يلجأ إلى الوسيلة الكبرى، لأنه ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كان المشركين فطنوا للمسألة دي، فعمر بن الخطاب ما يفطن لها؟ والناس دار يموتوا في عام الرمادة يلجأ إلى الوسيلة الصغرى توسل بالعباس ويترك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة الكبرى، إذا كان ذلك جائزا وهو غير جائز. طيب ثالثا، إذا كان عمر خطر في باله ذلك، العلماء قالوا زي ما قال الشيخ الألباني وذكر أيضا ابن تيمية في القاعدة الجليلة، إذا كان عمر خطر في باله الكلام ده عشان يوريهم جواز توسل بالمفضول مع وجود الفاضل إلى غيره، طيب قالوا: فباب ما بال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما والضحاك ابن قيس حين توسلا بالتابعي الجليل يزيد ابن الأسود الجرشي رحمه الله،
توسلوا بدعائه دعا لهم. هذا برضو كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، ما خلاص تبين الحكم قبيل في زمن عمر بن الخطاب. إذن الكلام ده باطل وما صحيح. طيب رابعا، لو كان توسل عمر بجاه العباس ومكانته عند الله لا بدعائه، إذن فلماذا قام العباس يدعو بعد دعاء عمر؟ صح؟ ما قبل ذكرنا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب الأنساب، ومن نقله ابن حجر فتح الباري تحت الحديث رقم كم؟ 1010 من صحيح البخاري. تمام، جدا جدا جدا. لو كان توسل عمر بجاه العباس ما بيدعوه، ليه العباس قام دعا؟ ما خلاص ما كان يدعو، عمر كان يقول الكلام ده ويرجعوا كلهم، صح ولا ما صح؟ طيب خامسا، ومما يؤيد أن التوسل كان بدعاء العباس لا بذاته وجاهه وشخصه، هو أن عمر صرح أنهم كانوا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، صح؟ وأنه في هذه الحادثة توسل بالعباس. عمر صرح أنهم كانوا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنه في هذه الحادثة توسل بالعباس. ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد، توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلهم بمن؟ بالعباس. أما توسلهم بالرسول كان بدعائه بلا شك. كيف؟ طيب بدليل ما رواه الإسماعيلي، رواه الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح، عنده مستخرج على الصحيح لهذا الحديث، نفس الحديث ذاته بتاع توسل عمر بدعاء العباس، بلفظ كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسقي لهم. شو الألفاظ دي، انتبه لها جيدا. كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، به بمنو يا جماعة؟ بالرسول. فيستسقي لهم، ده منو ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسقون، فلما كان في إمارة عمر، عمر قال الكلام ده بعد ده اللي هو النص اللي قعدنا نناقشه الآن، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. طيب ده منقول من فتح الباري الجزء 2 الصفحة 399. طيب نرجع للنص ثاني، كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في إمارة عمر. بعد ذلك ذكر شنو يا جماعة؟ النص اللي احنا بصدده. طيب فقوله فيستسقي لهم صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ صحيح. لأن معنى الاستسقاء لغة في لغة العرب، والمعنى اللغوي والاصطلاحي جاي ده الشرعي ده اللي اتنين ذكره ابن حجر في نفس الباب الذكر فيه الأثر بتاع أنس بتاع توسل عمر بالعباس رقم 1010 في بداية الباب، في بداية الباب باب الاستسقاء، ابن حجر عرف كلمة الاستسقاء لغة وشرعا. خلاص أنا نقلته من هناك. طيب لأن معنى الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير، طلب، كلمة استسقاء ذات استسقاء هي طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير، ده في اللغة، طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير. وشرعا معنى الاستسقاء شرعا طلب سقي الماء من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. أعيد تاني، شرعا الاستسقاء طلب سقي الماء
من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. إذا لغة وشرعا الاستسقاء هو طلب سقي الماء، لغة وشرعا اتفقوا في الحتة دي، هو طلب سقي الماء لغة من الغير، صح؟ عموما من الغير للنفس أو الغير، وشرعا طلب سقي الماء من منو؟ ده شرعا من الله تعالى على وجه مخصوص. طيب هنا نرجع للأثر، قال كانوا، الأثر الذي رواه الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح بلفظ كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم. إذا ما معنى فيستسقي لهم؟ يطلب سقي الماء من الله تعالى على وجه مخصوص، وهو وجه الاستسقاء في الشريعة، صح ولا ما صح؟ إذن فيستسقي لهم يعني كان يدعو لهم الله، استسقوا بالرسول أي بدعاء الرسول، لأنه فيستسقي لهم الرسول يدعو لهم الله، يستسقون به يعني شنو؟ يطلبون منه شنو يا جماعة؟ الدعاء. إذن كلام عمر القبيل كنا اللهم إنا كنا شنو؟ نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، أي نتوسل إليك بطلب الدعاء من نبينا فيدعو لنا نبينا فتسقنا يا الله، والآن نتوسل وإنا نتوسل إليك بالعباس، يعني برضو من نفسنا يا جماعة، من نفس النوع، وهو طلب سقي الماء من الله سبحانه وتعالى. ده الموضوع. عشان كده عمر بن الخطاب ما قال دعاء أصلا، ليه؟ لأنه الصحابة فاهمين المسألة دي. ودليل ثاني إن عمر ليه ما قال بدعاء نبينا والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا العباس؟ أول ما قال عمر اللهم في المنبر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، استفوا الكلام ده جيدا يا جماعة، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس طوالي ما شدعه، معناته العباس شنو يا جماعة؟ فيه منه الكلام ده معناته دعاء، وده من أعظم الأدلة في الرد على شبهات أهل الشرك وعباد القبور، والرد على هذه الشبهة تحديدا وكسرها تماما وتعطيمها تماما. طيب بعد أن أذكر فوائد قوية جدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأثر، جمعتها من كتاب قاعدة جليلة تقريبا في جميع المواضع في هذا الكتاب، لأنه ابن تيمية يتكلم عنه في مواضع متفرقة ومشتتة في كتاب قاعدة جليلة، لأنه من شبهاتهم عباد القبور نفسهم من كتاب قاعدة جليلة بقول لك الأثر ده إنا كنا نتوسل إليك بنبينا إلى آخره ونتوسل إليك بعم نبينا، يقول لك ابن تيمية ذاته قال زينا، قال كده كذابين. يجوا ابن تيمية قال شنو؟ العكس هو الصحيح. قال ابن تيمية في قاعدة جليلة من التوسل والوسيلة في التوسل والوسيلة الصفحة 85، الصفحة كم؟ 85، طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى آخره. طيب قال وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، فإنه توسل بدعائه لا شنو يا جماعة؟ لا بذاته. ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، عدلوا عن التوسل به اللي هو منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فارس ما بتكتب ليه؟ قوم جيبك الراس يا أخي. طيب ما أزول ما هيستفيد حاجة يا جماعة، أنت بتكون قاعد ضيف شرف بارك الله فيك وما في أي حاجة، الأسماء أنت تعال وأكتب، ومش تكتب ساي، أكتب وامشي أحفظ الكلام ده في راسك صم، وفي معلومة فاتتك أمشي أرجع المكتبات موجودة تم الكلام ده. وأنا بستغرب إنه أهل الشرك عندهم نشاط، وأهل السنة إلا من رحم الله كسلانين، وعد كسلان ضبلان، كتابة ما أقدر أكتبها، كتابة ما أقدر أكتبها. ها
ما انا لو مليت تمليه زي شوفوا على الابتدائي ما حنمشي خطوه يا جماعه. الدوله حتبقى الدوره حتبقى 3 سنة. انا بديك رقم الصفحه وعنوان الكتاب وبقرا لك الكلام مره بعيده لك مره بعيده لك. قدرت تكتب جزء كتبته، الجزء الثاني ارجع للكتاب. وكونك ترجع ده ذاته هدف في حد ذاته. وبعدين كون انا مليك والكلام ده بس تكتب وتحفظه، الصوفي ما مصدق لك الكلام من كان راسك ده، وانت جبت له المصحف ما مصدقك الا من رحم الله. يصدقك تقرا له من الكراس بتاعك قال فلان ما بيصدق لك الكلام ده. لازم تجيب الكتب، لازم عشان تناقشهم وترد على ضلالاتهم لابد تجيب الكتب. يا اخي شوف الصوفيه قاعد يجيب الكتب، واحد تلقى شايل الكتب ما شفتها، حميده وحامد بابكر وغيرهم يرصوا الكتب جبال، هم ما فاهمين في اي حاجه كالحمار يحمل اسفاره. نعم صحيح، لكن في النهايه زول مجتهد في باطله ومجتهد في شركه. انت ليه ما تكون مجتهد؟ وكيف توفق للرد على اهل البدع؟ وكيف ربنا سبحانه وتعالى يجعلك جندي من جنوده اذا انت كسلان وفتران ساكت وما قادر تكتب ذاته؟ والله ده عار عليكم الكلام ده وعيب ذاته. خلاص ولو اصلا بقت كده خلونا نمشي استفيد من زماني ان شاء الله، اكل طحنيه اخير ما اضيع زماني ساكت. اكتبوا الناس اكتبوا الكلام ده وامشوا احفظوه وافهموه وبلغوا للناس في الحلقات دي. شبهات الان فكوها في التلفزيون رمضان كله، الازيرك رمضان كله شغال وفي العيد وشغال له قريب سنه في قناه ام درمان، قناه النيل الازرق عرفتها، واذاعه المساء وبيجوا في الجرايد وشغال في اليوتيوب وداك شغال حامد بابكر. ولليله ما النازل مالقوا فيما اعلم زول يرد على شبهاتهم كلها يستقصيها، ردوا على بعض الشبهات لكن شبهاتهم كلها كده انا ما وجدت لليله زول مننا السودانيين ده الرد قد يكون فيه نحن ما بنعرفه لكن ما وجدناه. فده مسؤوليه واجبه الله بيسالكم من الكلام ده يوم القيامه. ويلعن الإنسان إذا يعرف الحق سكت ملعون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وما يكفي يا جماعة في الرد على هؤلاء مجرد التكبير والتهليل زي حزب الأمة، ما يكفي الكلام، لابد من مناقشة الشبهة دي مناقشة علمية، شبهة. تقعد هنا ده لما نجيك بواسير، عرفت كلامي؟ وتحفظ الكلام ده تفهمه، ومن غيري ومن غيرنا تطلب الكلام ده وتعرفه، تتعلمه وترد عليهم، اللي حيرد عليهم منه؟ يا ناس اللي حيرد منه؟ إذا كان نحن ذاتنا كأهل سنة وجماعة إلا من رحم الله غالبنا ما جعلين الأمر ده كبير اهتمام، والله ده خزي وعار يا ناس. والله الله يسألكم. ها؟ زي ما قال محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات: واعلم ان لأهل الباطل علم وحجج وكتب يجهجك في لغة عربية، يجهجك في الحديثة يسكتك. انت كده حصل، انت زول من اهل السنة. هسه لو جاء الجامع ده واحد منهم وفك شبهات زي المطر، انت هتعمل شنو يعني؟ هتعمل شنو؟ ما كده يجاوب لي على السؤال ده. إذا كان أنت ما كتاب مجرد كتابة ما قادر تكتب، مجرد كراس، تعال أنا بديك 2 جنيه أمشي اشتريه. إذا أصله 2 جنيه دي كثيرة ودار لها شيكات، يا ناس أفهموا الكلام ده واجب عليكم تتعلموا، لأنه ما في زول قائم بحد الكفاية الآن. وأهل الباطل أكثر من أهل الحق في البلد دي وفي أغلب بلدان الكرة الأرضية أكثر، عرفتها؟ وحافظين شبهات كثيرة، مئات ملايين آلاف الشبهات، ودي من ابسط الشبهات، وقاعدين نكررها للناس، نكررها عشان الناس يحفظوها هنا وفي دوره في درس فات وفي غيره، ما لا نزال نكررها ان شاء الله تعالى. طيب، ومن علامه تقوى القلوب بالنسبه لك انك الكلام ده تعظم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لكن زول قلبه ميت، قلبه مرضان، الكلام ده ما بيعير له كثير اهتمام. ويجي الصوفي يقول لهم غير الله بيعلم الغيب، وذاك يقوم يرد شكل عضلات، ترد حترد كيف يعني؟ بعضلات بنج ما بتنفع دي، بجد ما بتنفع. لابد يكون عندك علم وحافظ، وتقول له في كتاب كده صفحه كده، وتوريه تنجمه تمام. طيب، وقفنا وين احنا ذات يا جماعه؟
قال فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولذلك عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل به العباس. المعنى الكلام ذكرناه قبل. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. دي فائدة جديدة. لكن عمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، كنا نتوسل إليك بنبينا، خلاه كنا في الماضي، فخلى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال علمنا أن ما يفعل في حياتي قد تعذر بشنا يا جماعة؟ بعد موتي. طيب، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. طيب، وقال شيخ الإسلام رضي الله رحمه الله ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ده ذكره بالصفحة رقم 107 إلى 108 من قاعدة جليلة. قال ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، دي برضو فائدة تانية، إنه كل المهاجرين والأنصار كلهم كانوا حاضرين كلام عمر ده وأقروا، صح ولا ما صح؟ لو كان كلامه ده باطل كان شنو يا جماعة؟ أنكروا عليه، وقام العباس دعا وفهموا إنه كلام عمر ده التوسل بالدعاء، لأنه العباس قام دعا وكلهم أمنوا. عشان كده ابن تيمية في موضع ثاني قال وهذا من أعظم الإجماعات الإقرارية من الصحابة، لأنه كانوا حاضرين الكلام ده المهاجرين والأنصار كمان. طيب والله ثاني ما عندهم حجة أبدا في هذا الأثر. قال بين المهاجرين والأنصار وقوله اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، صح ولا ما صح؟ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة الصفحة 164، الصفحة 164 قال ثم لما استسقى بالناس أي عمر قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهذا من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية ابن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس، فلو كان توسلهم بالنبي بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود الجرشي ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. حجة ولا ما حجة؟ حجة قوية جدا من شيخ الإسلام تيمية. قال فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته وجاهه، مشكلة؟ طيب، وقال شيخ الإسلام أيضا في نفس الكتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة الصفحة 192 إلى 193 قال والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، صح ولا ما صح؟ حديث كثيرة كان التوسل في أحاديث، كان التوسل في
أحاديث الاستسقاء كان بالدعاء. قال وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته. أعيد تاني الحتة دي لأنها مهمة وبتربطنا بحديث الضرير، تربطنا بها. قال شنو؟ قال وهو من جنس الاستشفاع به. خد خطين تحت كلمة شنو؟ الاستشفاع دي خد خطين هنجيها بعد شوية. وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، يطلب من الزول الدار توصل به والدعاء والشفاعة، ويطلب من الله بعد ذاك الطالب الطلب من زول يدعو له ده تاني يقوم يطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته. ليه يا جماعة؟ لأن عمر بن الخطاب هو صح قدم العباس عشان يدعو، صح ولا ما صح؟ لكن لو لاحظت إنه عمر ذاته شنو؟ دعا إنه ربنا يقبل دعاء منه العباس. ما أصلا الأثر عن أنس قال عمر بن الخطاب كان يستسقي إذا قحط الناس إلى أن قال فيقول، ده من اللي بيقول؟ عمر. اللهم، معناته عمر شنو يا جماعة؟ دعا. والعباس قام شنو؟ دعا. طيب ليه عمر دعا وقدم العباس يدعو؟ ليه عمر دعا؟ ابن تيمية قال لأنه ده من جنس الاستشفاع به. يعني شنو الاستشفاع به؟ خطينا تعيته خطين قبيل. قال وهو، ده المعنى كده، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. يعني تجي لزول تقول له أدعو لنا، شفاعة ذاته يعني الدعاء، يقول له أدعو لنا، معي أنت؟ بعد ما يدعو أو قبل ما يدعو، الأمر واحد، تطلب من الله إنه يقبل دعاء الزول اللي أنت قلت له أدعو لنا. ده في قصة عمر مش كده؟ وهو أيضا حصل نفسه في قصة منى يا جماعة؟ العباس. في قصة منى عفوا؟ الضرير. وده حنجيه خلاص في حديث شنو يا جماعة؟ الضرير. ما والدليل إنه ده حدث في حديث الضرير شنو؟ أيوة، في نهاية قصة الضرير، والنهاية دي عباد القبور بيقطعوها ما بجيبوها، ما بقولوا أصلا ما بقولها. ولو لاحظت حميدة في المناظرة ما قالها برضه، صح لاحظتها؟ ليه؟ لأنه الألباني قال ده المحك، قال ولا يستطيع الجواب عن هذا أبدا أبدا. عشان كده قال حتى شيوخهم ناس الكوسري المجرم الهالك وغيرهم والسقاف اللي بيأصلوا لهم الشبهات دي، ما هم ذي الناس اللي زي يقروا حامد بابا بيقروا بتاع، لا بيقروا كتب ابن تيميه ولا حاجه، بيلقوها شيتات زي دي بيحفظوها وبيجي بيعمل لك بها غلبه، كتب له وكوسري غيره غيره او من كتبهم بيجمعوا. هذا الموضوع كله، ده الموضوع كله. حتى ديك الكبار الكوسري والسقاف وغيرهم المجرمين ديك والمالكي وغيرهم، الألباني قال الجزئية دي بيحذفوها بيقطعوها. ليه؟ لأنه كلمة اللهم شفعني فيه، شفعه فيه وشفعني فيه، دي بتدل على إنه المسألة كلها كان شنو يا جماعة؟ توسل بالدعاء. عشان كده ابن تيمية يشوف من علمه وذكاؤه قال لك هنا وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته. عشان كده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له الأعمى ثاني دعا قال اللهم شفعني فيه، شفعه فيا وشفعني فيه. والشفاعة في اللغة هي شنو؟ الدعاء. فقول الأعمى اللهم شفعه فيا، الرسول يعني، أي اقبل دعاء الرسول فيا. خلاص؟ هل الرسول محتاج للكلام ده؟ ما محتاج، لكن قالوا لأنه أصلا السنة في مسألة طلب الدعاء والاستشفاع إنك تقول للصالح ادعو لي، وإنت تدعو الله إنه يقبل دعاء الصالح. دي السنة كده. عرفنا من وين السنة؟ من حديث الأعمى، ومن شنو يا جماعة؟ وحديث عمر. إذن دي السنة كده، سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعمى الكلام ده وقراه، فسنة إقرارية خلاص. يقول كده برضو شفعني وشفعوا فيه، الرسول قال له قول، فسنة قولية برضو. والصحابة كلهم أجمعوا لما عمر قال الكلام ده، مهاجرين والأنصار، إذا دي برضو من سنة الصحابة ومن سنة الخلفاء الراشدين اللي هو منه عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وبداود قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا
كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم من مع عمر. موضوع ده انتهى. طيب، وقال شيخ الإسلام أيضا في نفس المصدر قاعدة جليلة، وده آخر قول له فيما أعلم، الصفحة 203، صفحة 203، قال ابن تيمية: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو وهو أيضا لنفسه، ويقول في دعائه: اللهم فشفعه فيا. دقيقة، اصبر اصبر. اللهم فشفعه، تاني قلت ولا قلت شنو؟ أي ما اصبر، ما كلام ابن تيمية ربطه مع حديث عمر. طيب، لكن كويس متابعين انتم، كويس، جزاكم الله خير. اللهم فشفعه فيا، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائي وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا الحديث، فالحديثان معناهما واحد. فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدب، يعني برضو في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بدلا عنه. خلوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بدلوا بدلا عنه. فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعو له الرسول، لم يعدل عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربي وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكلام متقارب معناه لكلام شيخ الإسلام السابق، والله تعالى أعلم وأحكم. نواصل إن شاء الله المرة الجاية في مسألتين، الكلام حول الشبهات التي حول حديث الضرير وباقي الأحاديث الضعيفة. عنده روايات ضعيفة حديث الضرير، عنده زيادات ضعيفة وروايات ضعيفة، نذكرها كلها ناقشة وسبب ضعفها. وبعد ذلك في أحاديث أخرى ضعيفة كحديث: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، وإلى آخر، وغير من الأحاديث الكثيرة. ذكر الألباني في الجزء الأول من السلسلة الضعيفة، جاب الأحاديث كلها من الحديث رقم 22 وانت ماشي، جاب الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة كلها في مسألة التوسل في السلسلة الضعيفة، الجزء الأول من الحديث رقم 22 وانت ماشي، كثيرة جابها كلها رصاها وبين سبب ضعفها. ونجيب كتب الحديث إن شاء الله والرجال، ونبين للناس سبب ضعفها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أيوة، نعم. اشتريت كراس؟ لا، انت طيب بعد ذا اسال. ابو شوق عندك كراس؟ وينه؟ كويس. ايوه. من اين جاء الكلمه الصوفيه وماذا تعني؟ والسؤال الثاني، يعني بعض الشبه التي جاءت شنو؟ يعني في مسافر الصوفيه ان ابن تيميه كان صوفي وامر بيده كما نعم. شرح كذا في روح الغيب. وقالوا لدينا مدى حصاب الصوفي، هذا ملخص بتاع الدرس الاول. فاحنا الدرس الثاني واسالنا اسئله الدرس ومهنا الى غيرنا. كويس، نحن سالنا اسئله الدرس الثاني، لكن نسالكم اسئله الدرس الثالث الليله. طيب، الدرس الثاني، طيب ذكرنا شنو كده اول شيء ذاته في الدرس بتاع امبارح، تكلمنا عن شنو اصلا؟ ايوه نورين، عن التوسل واحد، اها، تعريفه، ما هو تعريفه؟ التوسل هو الوسيله وهي القربة والطاعة، والثاني الاصطلاح، لغة الاصطلاح، والشبهات. لا، ما انت 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 ما عرفت، انت عملت كده ومشيت طوالي كده من التعريف. ايوه تفضل. ايوه، برغبة. نعم،
التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة، ده معنى التوسل لغة. طيب معنى التوسل شرعا شنو؟ أيوة وضح بما يرضيه كويس. أيوة وردت كلمة الوسيلة في القرآن كم مرة؟ مرتين. الآية الأولى شنو؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب ما معنى الوسيلة؟ أي ابن عباس وقتادة خلاص ومجاهد وغير من السلف، حتى ابن كثير في النهاية قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. ذكره وين ابن كثير؟ في التفسير بتاع الآية دي ذات. طيب الآية الثانية أولئك الذين أيها نبيل يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، من سورة الإسراء. طيب الوسيلة هنا يعني شنو؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني شنو يا نبيل؟ طيب القربة أيهم أقرب، وذكرنا قول ابن مسعود في سبب نزول الآية وهو أنا داير الناس ما شارك ويلا شكري، وهو شكري ما كان قاعد. أيوة يلا أبشوك عرب لا عرب من أتو قبيلة كان الله إذا ما دي ما قلنا كده يا ناس، ولا انت لقيتها في رواية تانية؟ إذا لقيتها في رواية ما مشكلة، انت كاتبه كده؟ كتبته مني هنا ولا من حتة تانية؟ لا أنا ما قلت كده لأي ناس من شنو يا جماعة؟ من الإنس، بعد ده بيجوا عرب، بيجوا من قريش، بيجوا فلاتة بطريقتهم. طيب عبدوا ناس من شنو؟ من الجن. لما أسلموا شنو؟ استمر هؤلاء البشر في عبادة هؤلاء الجن مش كده؟ ولم يعلموا بإسلامهم. طيب الآية أولئك الذين يدعون مش كده؟ يعني أنتم اللي بتدعوهم ديل هم ذاتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني شنو يبتغوا إلى ربهم الوسيلة؟ أيهم أقرب خلاص؟ يعني يتنافس في القربة أيهم أقرب في هذه القربة، والدليل على أن القربة ربنا قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني شغلهم ده كله كان عبادة وتقرب وطاعة وأعمال صالحة، في النهاية أيهم أقرب؟ يعني يتقربوا إلى الله ويتنافسوا بذلك، ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإن عذاب ربك كان محظورا. إذن كلمة الوسيلة هنا برضو شنو يا جماعة؟ هي شنو؟ تقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. نعم. دام الشيخ الألباني التوسل قال ورد في البخاري بنحوي وفي مسلم النص أنه قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن. نعم. فأسلم الجنيون والإنسيون الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. نعم جزاك الله خير. عشان كده أنا سألته وقلت له لقيته وين؟ يعني إلا كالرواية مثلا أو حاجة. طيب. جزاك الله خير. طيب درس اليوم. كيف نرد الناس تقفل الكراسات؟ أثر العدبي. طيب صحيح ضعيف حاضر شنو؟ هو شنو الأثر ذات؟ واحد يذكر لنا، واحد يذكر لنا إن شاء الله بالمعنى بنقبل. أيوة جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ركب ظهر في رأسه. وقال له ودعا دعاء كثير كده، وقال وكان ما انزل عليه ولو انهم يظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم. فقال له انا جيتك مذنب فاستغفر لي. طيب الرد شنو يا جماعه؟ العد اصلا مجهول في البدايه. نعم. هو عبد
العود بمجهول. طيب ثاني أيوة آه. شنو سياق الآية اللي هو شنو؟ نتكلم عن أثر الدين تحاكم. نعم. وعندك ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاؤوك سياق الناس اللي جوا تحاكموا. نعم. يحكموك جاؤوك عظهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سياق الآيات من البداية الأربعة والخمسة آيات من الآية 60 لحد الآية 65. نعم. إذ ظلم مستمرة كانت تكون إذا ظلم. نعم. يعني أي ذو ظلم نفسه طوالي. نعم. إن قال إذ ظلم تكلم عن حادثة معينة. نعم. إذن سياق الآيات ذاته يدل أنه ده كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يا جماعة فاستغفر واستغفر لهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ده من أوضح الأدلة برضو أنه ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقوم يستغفر لهم. انقطع عمل إلا من ثلاث الأثر: صدقة جارية، علم انتفع به، ولا صالح يدعو له. كذلك سبب نزول الآيات مش كده؟ ذكر منه ابن جرير. الله ينورين انت بتاني. لا ابن الجوزي في زاد المسير خلاص في علم التفسير ذكر أربع أقوال خلاص. والأربع أقوال دي كلها خلاصتها إنه في اثنين اختصموا وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. دي خلاصتها. بعد ذاك بتختلف في انه بعد ذاك جل عمر واحد اثر ثاني جل الرسول صلى الله عليه وسلم اثر ثاني مشوا لكاهن في عند اليهود اثر لكاهن في جهينة. المهم في النهايه اثنين اختصموا وجل منه للرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الايات دي. معناته شنو يا جماعه؟ معناته ده كان في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الاستدلال تعرفوا كده كان في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني شنو قلنا؟ ايوه نعم. أول شيء القصة دي إسنادها ما صحيح مش كده؟ حتى ابن كثير ذكرها بدون إسناد. والقرطبي هم حتى حقت القرطبي ما قاعد يجيبوها، لكن لو جابوا لك في يوم من الأيام من رواية علي بن أبي طالب برضه بدون إسناد وإسنادها ماله ما صحيح. وفيها منو؟ الهيثم الطائي. العلماء قالوا إما الهيثم الطائي ده هو الهيثم ابن عدي الطائي أو هو الهيثم ابنه ابن عبد الغفار الطائي. والاثنين معلوم يا جماعه مجروحين. الجراحهم منو؟ النقل جرحهم منو؟ النقل جرح لا ثواني ده ما بقتنع عليك به. النقل جرحهم ده منو؟ الذهبي في ميزان الاعتدال في حرف الهاء الهيثم تلقاه خلاص خلاص. تكلم عنه كلام كثير وكذاب. والجاريه بتاعته قال كان يغيم الليل والصباح يصبح يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا كذاب وقالوا وضاع وقالوا قالوا قالوا عنه كلام كثير جدا جدا. طيب والا طيب لو قال لك يا اخي ده احتمال من العلماء دي شبهه انه يا هيثم بن عدي الطائي يا الهيثم بن عبد الغفار الطائي ايوه. اذا لا لا ده ولا ده ده مجهول ودي كافيه في اسقاط شنو يا جماعه؟ عدالت يا اخي. لو الاسناد صحيح عديل كده لحد العدبي ولا حد علي بن ابي طالب وقال في اعرابي جا سوى كده. لو لاحظت اصلا القصه دي ما فيها انه الرسول قال يا جماعه فيها الاعرابي ده حلم العدبي حلم انه الرسول جاء في النوم للعدبي وقال له الله غفر للاعرابي ده قال حق بشره. ده الموضوع كله يعني هي كلها منام منام. ونحن امرنا ناخذ ديننا من وين؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ايوه كان صاحي جزاك الله خير شيخ ابو بكر. لو صاحي انا ما عندنا فيه شغله ولا بنعرفه لان ربنا قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. طيب في حاجه ثانيه يا نبي؟ هيثم بن عدي الطائي. نعم. الأثر اللي فيه الهيثم بن عدي الطائي ده في رواية القرطبي. رواية القرطبي في إسناده خلاص. وقالوا اللي هي في علي بن أبي طالب. أنا علي بن أبي طالب قال بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام جاء أعرابي فرمى بنفسه وحسى على رأسي التراب. ده في إسناده الهيثم ده خلاص. ذاك ذاك أصلا ما فيه إسناد وقالوا ذكر إسناده منه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد شنو يا جماعة؟ مظلم. كلهم مجاهيل كلهم مجاهيل كلهم مجاهيل. نعم.
محمد بن بشير الساسواني ده صاحب كتاب صيانة الإنسان عن وسوة الشيخ دحلان. دحلان ده صوفي مجرم رد عليه الشيخ الساسواني ده سلفي الهندي في كتاب موجود طبعة الخرطوم السجان. أنا عندي طبعة زي دي وفي طبعة في السعودية وطبعة في كده وطبعة في كده على أساس لعله كان طبعان صار السنة زمان لما كانوا بخيرهم. طيب اللي هي حكاية العلماء لآثار زي دي يعني الآثار دي فيها إشكالات في العقيدة واضحة زي أثر العذب ده والأثر بتاع الجاب الغرطوم الثاني ده والأثر هناك بتاع الجاب ابن تيمية في كتاب اسمه شو الكلمة الوابل الصيب. طيب دارين الغائد غائد العلماء اللي بيستندوا على شنو في انه اثار زي دي جوا في كتبهم واثار فيها. طيب العلماء من انصاف ومعدلهم احيانا نذكر الاثر الغير صحيح لبيان عدم صحته دي عله قالوا العلماء احيانا يذكروا الاثر عشان يقولوا لك ده ضعيف ودي طبعا ما بتعرف الا لما يذكروا لك وتحي تقول لك شنو هذا ضعيف او موضوع او كده. ودليل هذا او شاهد من شواهد هذا ما ذكروا البيهقي في باب ما جاء في حرز أبي دجانة والشبهة دي ذكرها محمد المنتصر الإزيرك في التلفزيون ومحمد عبد الله بتاع الكلاكلة وغيره غيره من الصوفية في أثر طويل قصة طويلة إنه في النهاية خلاصتها إنه أبو دجانة الصحابي الجليل كان عنده شنو حجاب هم بيقولوا كده الصوفية حرز. البيهقي جاب الأثر ده وفي النهاية قال وهو أثر طويل موضوع جابوا عشان يورينا إنه شنو يا جماعة إنه موضوع جابوا عشان كده أصلا دي الحكمة الأولى التي بسبب العلماء يأتوا بهذه الآثار الغير صحيحة لبيان شنو يا جماعة عدم صحتي إما ضعفي أو كذبي إلى آخره. طيب ضعفي تشمل الموضوع وتشمل الضعيف. طيب الحكمة الثانية والعلة الثانية قالوا أمانة من باب الأمانة العلمية بيلقى أثر بيقوم بيجيبه خلاص ما تبين له صحيح ضعيف يقوم يجيبه حكاية في تفسير الآية المعينة أو شرح الحديث المعين أو الاستشهاد لشيء معين يجيب القصة يخدها إما إذا عنده إسناد بيجيب الإسناد وبيجيف بعد يجوا العلماء يبينوا من بعديه أو في زمني أو من بعدي إنه الإسناد صحيح أو ضعيف يجيب لك زي ما هي خدتها كده دي من باب الأمانة العلمية زي ما لقاها بخدتها خلاص يا جماعة لأنه حتى تفسير ابن كثير ده في النهاية غالب هو كتاب شنو يا جماعة مسند يجيب لك الأحاديث بالإسناد مش كده في أحاديث بيجيبها زي ما هي وحكايات بيجيبها زي ما هي ربما يجي عالم بعديه يلقى لها إسناد صحيحة أو ضعيفة أو غيره من باب الأمانة العلمية بنقولها عشان كده الطبري في التاريخ بتاعه في المقدمة في معنى كلامه قال أنا نقلت أي حاجة وجدتها في هذه الوقائع والأحداث والتواريخ نقل إجابة بس بعد ذاك العلماء بيجي بنقح وده صح وده ضعيف وده صح يعني هو جمع عرفتوا الحتة يا جماعة وهذا من باب الأمانة العلمية. بعد ذاك نحن عندنا حجة قوية أنه حتى ابن كثير وابن تيمية وابن جرير الطبري والبخاري وحتى الصحابة ذاتهم غيروا شنو يا جماعة معصومين غير معصومين ولا يسلم لهم في كل ما رأوا وفي كل ما قالوا في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخو اللحى خالف المجوس وجاب روايات كثيرة قال البخاري قال وكان ابن عمر تحت الحديث طوالي يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة ولعل في رواية إذا لم أنسى كان إذا أتى الحج بس ما عرفت داخل البخاري ولا خارج البخاري زيادة إذا أتى الحج. طيب ف ده رأي رآه ابن عمر هل هو صحيح ولا ما صحيح؟ ما صحيح ولكنه مأجور أجرا واحدا لاجتهاده لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فنحن لا نتابع
أي أحد في كل ما قال وكل ما رأى، لأن كل أحد غير معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم صلى الله عليه وسلم. قلتنا نورين، نعم. كذلك أبو هريرة في شنو يا جماعة؟ في زيادته في التحجيل، مش كده؟ كان شنو؟ كان يغسل يده لحد ما يرفع على المنكبين زي ما صح عنه، وكان يتأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الباقين خالفوا، والعلماء ذكروا إنه اجتهاده مرجوح، لكن عنده أجر الاجتهاد. فحتى هؤلاء العلماء غير معصومين. ابن كثير لو فرضنا جدلا قال عديل كده يجوز التبرك بالقبر، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعون سننا من أو سننا من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى، قال: فمن؟ صح ولا ما صح؟ إذن يا جماعة التبرك ذاته ما يجوز بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما شرع الله التبرك به. زي شنو مثلا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بجوز، وحديث كثيرة أنا ذكرنا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ببوصاقه وعرقه وغير ذلك، مش كده؟ ماء المطر، نعم صح برضه. ماء زمزم، ثاني شنو؟ تلاوة القرآن، وليس التمسح به، مش كده؟ وليس تعليقه، وليس شربه، وليس التبخر به، إنما تلاوته، إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت فيها البركة. بعدين يا أخي، طيب قول الأثر ده صحيح، ويجوز التبرك والتوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بقبره معي أنت، وبالتراب قبره، والتوسل به وبقبره، ده الرسول صح؟ هم بيجيبوا ده عشان يقول لك تتوسل بالبرعي، وينو يا جماعة؟ هل في قياسنا؟ في قياس صحيح؟ بيجيبوا ده يقول لك تتوسل بالكباشي، هل يستقيم القياس ده يا جماعة؟ ما يستقيم، بدليل لو جاز التبرك به والتوسل به والتبرك عند قبره وإلى آخره إلى آخره، ما وجدنا أن الصحابة تبركوا ببعضهم، لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 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 إلى آخره، صح ولا ما صح؟ ولا تبركوا ولا توسلوا بهؤلاء. فدل إذا كان جائزا بالرسول دل على أن هذه الأشياء خاصة بالرسول. البرع ما عنده طريقة، ما هو في النهاية صوب يلف ويدور، ما وما عنده قضية بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، ده كذب ساكت. هو في النهاية دار يلف عشان تجي تبرك وتعصر كرة عين البرعي، صح ولا ما صح؟ وتتوسل بجاهه، وتتوسل بجاه الكباش والركيني وغيره من أهل الشرك والضلال، صح ولا ما صح؟ ولا ما هو كده؟ وده ما عنده علاقة بالكلام ده، لأنه لا يمكن أن نقيس الركيني بالرسول، ولا يمكن أن نقيس البرعي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقيس الكباشي ولا غيره، أحمد الطيب البشير ولا أحمد التجاني بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما عندهم حجة، ما عندهم حجة أبدا. لكن بس صاحب السنة لما يكون ضعيف، الباطل ضعيف، لأنه ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لما صاحب السنة يكون ضعيف دي المشكلة. عشان كده محمد عبد الوهاب قال رحمه الله في كشف الشبهات: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه شنو؟ سلاح. ده الخوف عليه. ويا جماعة أنا أوريكم بصريحة العبارة، الآن كلهم صار سنة، مركز إصلاح، صافية، جمعية كتاب، جناح الوابل الصيب، جناح المطر، غيره، كلهم دي الآن رقدوا سلطة، ولا كيف؟ ما لقينا واحد فيهم واقف قدام الصوفية دي. حتى دجال الفتحاب انبرش لما سألوه، قال لي شيخك بتاع المركز العام رئيسك اللي بتزكيه كرم السمانية، قال بيجوز، ده انبرش رقد سلطة، عرفتها؟ فالمجال الآن مفتوح لمن أراد أن يحمل الراية، راية التوحيد، ويرد على الشرك بعلم. لكن من هو؟ واطمئن، ربنا بيجيه لك أمورك كلها،
دنيا دين زواج غيره، إذا أنت أخلصت النية وقاتلت في سبيل الله قاتلت أعداء الله. ربنا يفتح عليك، الله يعينكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.